لما قابلت احدهم في مؤتمر منذ 3 أعوام لكلام مقاربة بين الاديان هكذا، قال احد القساوسة الكبار من الفاتيكان وانا جالس بين الحاضرين يسألني سؤالا قبل ان يبدأ كلمته، اين محمد الان يا شيخ؟ قلت له في الجنة عند ربه. قال حي ام ميت؟ قلت اذا كان الشهيد عندنا حي فان محمدا الامة كلها تصلي عليه في كل وقت فيرد الله اليه روحه فلنعتبره حيا عند ربه. قال وله رصيد عند ربه؟ قلت له بلى. نعم. قال ولما لم يطلب من ربه ان يحمي له حفيده الحسين من القتل؟ تعجبت. قلت له لقد طلب من ربه، وماذا اعطاه الرب؟ قلت ان الرب قد بكى. عجبا، الرب يبكي؟ قلت له نعم، واذا عرف السبب بطل العجب. قال له اذا لم احمي ولدي من الصلب كيف احمي حفيدك من القتل؟ سبحان الله. المهم الله سبحانه وتعالى، والله يا إخوة أقسم بالله إن الحق أبلج وإن الباطل لجدج، وهو أحد كبار الأساقفة في الفاتيكان قبل أن يبدأ كلمته وكأنما سبحانه اهتزت الوريقات في يديه وظل دقيقتين يشرب الماء قبل أن يبدأ المحاضرة، وطبعا صدر قرار من المؤتمر ألا أحضر مثل هذه المؤتمرات مرة أخرى. جماعة حجاج مصريين ركبين السفينة من ميناء السويس إلى ميناء جدة، معهم رجل فقير الحال مع 12 جنيه مصري كمية في هذا الوقت، وبعدين على السفينة اعزكم الله قرد، نزل القرد، الرجل الحاج طلع السرة بيعد الايه المال بتاعه، القرد خطف السرة وطلع على الساري فوق ويرمي للرجل نص جنيه ويرمي في المية 40 جنيه، يرمي للرجل 10 قروش ويرمي في المية جنيه، في الاخر الرجل يجي 7 جنيه في حجره وخمسة جنيه راحت في الايه في المية، فالعادي يبكي، لا في ساعتها لا كريدت ولا بريدت ولا مريدت ولا تروح فيه، وكان بياخدوا معهم الاكل والشرب. فقال العالم له مالك فيه؟ قال هذا القرد ماله عمل ايه؟ خطف السرة رمى 5 جنيه في المية و7 جنيه في سبحان الله العظيم في حجري. قال له ما مهنتك؟ قال له انا ابيع اللبن. قال له تغش اللبن بالماء؟ قال له نعم. قال له ثمن الماء ذهب الى الماء وانت قد تثمن اللبن، ستاخذ اكثر من حقك. سبحان الله، انت غشاش، خدت فلوس اللبن وسبحان الله. فالمؤمن ده واضح المعالم، المؤمن سبحان الله العظيم انسان يعلم سبحان الله ان ما بكم من نعمة فمن الله، وان اصابك مكروه يبقى منك انت، انت اللي زرعت المكروه، انت اللي زرعت الشر. سبحان الله، ازرع الخير تجده. سبحان الله، لن تجني من الشوك العنب. الانسان سبحان الله عندما يستقيم على طريق الله ويكون مؤمنا صادقا يسأل نفسه هل لو رآني رسول الله سر بي؟ سنذكر قصة اخر معاقل المسلمين في قرطبة، وارسلت هذه المجرمة ايزابيلا التي ارتدت قميصها ما خلعته على مدى 40 سنة، قالت لن اخلع قميصي هذا الا اذا طردت اخر مسلم من الاندلس. شوف الهمة العالية في الكفر. دخل الجاسوس من ناحية ايزابيلا والملك الفرنجة في هذا الوقت يتحسس اخبار المسلمين، فدخل اول ما عبر الحدود وجد طفل عنده 8 سنوات جالس تحت شجرة يبكي. قال ما يبكيك؟ قال له كان فيه عصفورين على الشجرة وانا معي في نبلي حجر واحد، فاردت ان اصطاد العصفورين بحجر واحد فما اصطدت الا واحدا وطار الاخر. قال يا بني هذا انجاز طيب ان تصطاد 50% من الصيد، هذا يعني انجاز طيب. قال لا، انا اخشى ان دخل الفرنجة على اخر معقل لنا كمسلمين في هنا في الاندلس يعني في هذا المكان في قرطبة، وهجم علي جنديان وما معي الا حربة واحدة، فان قتلت احدهما وقتلني الاخر دخل جيش الفرنجة وصرت انا ثغرة يدخل بها اعداء الاسلام ليحتلوا ارض الاسلام. الجاسوس كتب تقرير لايزابيلا لم يحن بعد الهجوم الاخير، لسه الولد كده، امال ابوه يبقى ايه؟ امال عمه؟ امال خاله؟ امال جده؟ امال معلمه؟ ده الولد كده اذا كان هذا هو الصبي.
بعد 20 سنة ذهب نفس الجاسوس ودخل من نفس المدخل ورأى تحت نفس الشجرة شابا عنده 20 سنة. وجدوا يبكي. قال له ما يبكيك؟ قال له تواعدت مع حبيبتي ان القاها هنا قبل الظهر، ولكنها تأخرت واوشكت الشمس ان تغرب، وانا اخشى ان يكون قد اصابها مكروه فتراني ابكي. عاد الجاسوس فورا الى ايزابيلا وقال لها حان وقت الهجوم. المسألة عواطف، وانقلبت لانتظار حبيب لحبيبته. حتى كان عندنا مرة في الارياف في 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 شمال مصر مدينة اسمها طنطا، في قرية جنبها، فالامامة اول ما دخلت التلفزيونات في الستينات، فالامام بيخطب على المنبر: ايها الناس حاذروا من هذا الجهاد الذي يفسد ابناءنا. والبنت تقول لك انها ذاهبة لمشاهدة الحلقة في المسلسل عند تلفزيون الجيران، وهي ذاهبة لمقابلة الحبيب. فقال المسجد كبيعا صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، لانهم ما كانوا يعرفوا حبيب الا رسول الله. سبحان الله، ما يعرف حبيب الا رسول الله، وفي حبيب غيره، سبحان الله العظيم. لكن الفطرة تغيرت واردنا ان نغطيها واردنا ان نطفئها، لكن الامل كبير فيكم وفي نسائنا الفضليات وفي بناتنا المحجبات الملتزمات التي يقمنا بامر الله، ومثل هذه المؤسسات التي يقوم عليها رجال فضلاء يبتغون وجه الله، لا يريدون من بشر جزاء ولا شكورا. نعم. تدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والله لا نألف ولا نؤلف الا بالابتسامة. والصحابة رضوان الله عليهم والله كان فيهم من ابتسامة ما لا تتخيل. يا ام كلثوم عندنا من طعام؟ قالت لا يا عمر مفيش، الاذهب لاكل عند صديقي اخي ابي بكر. فراح لابو بكر جاي عليه: الى اين يا ابو بكر؟ قال له والله ما وجدت طعاما عندي، قلت اكل عندك. قال له ده انا كنت جاي. طب تعال احنا الاثنين. راحوا لرسول الله، استأذن يا انس، دخلوا. اول ما دخلوا قال الرسول: يا ابا بكر يا عمر، اتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكما طعام؟ يبقى بالله عليك الطلب اللي جايين عليه ايه؟ مش موجود. فقال ابو بكر، نظرت لعمر وعمر نظر اليه، فخرجوا وجدوا بالباب ابا ذر. الفرصة ابا ذر، عمر كان مقدام، اذهب لعثمان بيت عثمان بن عفان قل له ان ابا بكر وعمر يريدان طعام واحنا ننتظرك. رجع ابو ذر: لم اجد عثمان، استحيت ان عثمان موجود مش موجود مش. طيب قال طب روح لبيت عبد الرحمن بن عوف، اغنياء المدينه. راح ورجع: لم اجد عبد الرحمن بن عوف. طب روح لسعد بن ابي وقاص. راح لسعد بن ابي وقاص، قال لم اجد سعد. قال عمر: اجلس ابا ذر، لو ذهبت الى البحر لجف. في يا رجل انت؟ في يا عم انت؟ لا اله الا الله. يعني معنى كده ان عمر كان لا يحب الابتسامة، لكن في نفس الوقت عندما يجد الجد فهم فرسان بالنهار رهبان بالليل. سبحان الله العظيم. يعني عندما يجد المسألة سبحان الله العظيم. فالانسان المسلم يجب ان يراعي ان يبتسم ويتبسم امام الناس، لان سبحان الله انا ان شكوت مل الناس مني. خلي بالك، من يعيش على اعصابه يعيش على اعصاب الاخرين. وفيه ناس الحياة عبء عليهم، وفيه اناس اخرين هم عبء على الحياة. حيوة احد علمائنا الكبار ياخذ عطاء من بيت المال 60 دينارا، وهو راجع ابن اخوه يلاحظه، يجده مرة على كم بيت كده، ده 5 وده 3 وده 7 وده 10، يرجع بدون 60. ابن اخيه يراقبه: طب عمي ده عالم، لا له مهنة ولا هندسة ولا طب ولا تجارة ولا غيره، من اين يأكل؟ فمرة تجرأ الولد وسأل عمه، قال له: يا عماه، قال له اراك توزع عطاء بيت المال كله، فمن اين تنفق؟ قال: والله يا بني عودت ربي عادة وعودني ربي عادة. شو الدلالة على الله عند عباد الله؟ عودته ان انفقها على الفقراء والمساكين، واذا رجعت الى بيتي عودني ان اراها تحت الوسادة زي ما هي. ربنا مش عايزه كمان يشيل ويحمل، لا ده حملها عنه. فابن اخوه عمل ايه؟ قال: طب واحنا ليه يعني، وعمي ده مسلم وانا يعني كاثوليكي يعني، وانا برضو مسلم زيه. اخذ العطاء وزع يرجع يشيل الوسادة، يشيل المرتبة، يشيل السرير، يشيل بيته، يشيل دماغه.
راح يسأل عمه، قال له يا عماه انا اصنع ما تصنع ولكني لا اجد ما تجد. قال يا بني انا اصنعها بيقين وانت تصنعها بتجربة، والله لا يجرب معه، الله لا يقع تحت التجارب، ولا المعاملة مع الله تقع تحت يا يقين يا شك. الانسان ايضا لا يكون، الثغرة الثانية في حياة الانسان اللسان. اللسان دائما يجب ان يكون لسان المؤمن خلف عقله. الامام لم يذهب الى المسجد، يعني تأخر، فقدموا احد الحفظة اول مرة يصلي بالناس، مجرد ولا الضالين، وجد عدد زي حضراتكم ده ما شاء الله مال المسجد، الامين، اهتز الرجل، قال يا الله. فقال بدل ما نبدأ في صورة طويلة خلينا في الايه، في الاخلاص، وبعدها الفلق. فقرأ قل هو الله احد الله الصمد، وارتبك ارتبك. طبعا كل المسجد ايه حافظين الاخلاص من هنا، لم يلد ولم يولد، تنقول لم يلد ولم يولد، كله لم يلد ولم يولد، سبحان الله. فصلى ركعة ثانية بالفلق وربنا سترها. فجاء في صلاة العشاء، قال طيب نعوضها، بدأ في الركعة الاولى بسورة الاعراف، طبعا مفيش حد حافظ الايه الاعراف، جاء عند بعد الآية 15 وعمل انه توقف، خلي بالك اياك حد يرد، محدش يا اخوانا ركع بعد ما خلصت الصلاة، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، سبحان الله، هو ده اللي فاتحين فيها، انت ما تسكت، لكن احنا مندفعين، يا اخي استنى، يبدأ عريق الامام، وكل المسجد ما شاء الله معاه مصحف في يد الشيخ، بس ياخذ نفسه، سأقول ان يا عم اصبر على بعض شوي. فألسنتنا امام عقولنا، نحن نريد ان تكون ألسنتنا خلف عقولنا، نفكر ونفلتر الكلام ثم نخرج. فاللسان الشافعي يقول والله ما جادلت احدا الا ودعوت الله ان يظهر الحق على لسانه لا على لساني، على لسانه. ولذلك لما مرض احمد رضوان الله عليه تلميذ الامام الشافعي احمد بن حنبل، ذهب الشافعي ليزوره، شوفوا المعاملات. فالشافعي خاف ان يموت احمد ويموت معه العلم، فعاد الشافعي كاسفا حزين البال خوفا على ان يموت مع احمد العلم. فعاد الشافعي مريضا، رجع الشافعي لبيته مرض. فلما بلغ احمد بن حنبل بمرض شيخه تحامل وذهب ليزوره. ماذا يقول الشافعي مترجما؟ يقول مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. قالوا يزورك أحمد وتزوره؟ قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله، أو زرته فبفضله، فالفضل في الحالين له. انظر إلى معاملة الكبار. الإمام الشافعي يقنت في صلاة الوتر في مسجد الكوفة لما زار العراق من مصر، وانتقل من العراق إلى مصر، ثم ذهب لزيارة العراق، دخل الكوفة مدينة أبي حنيف، فصلى في مسجد الإمام أبي حنيفة بعد موت الإمام، فقنت مصليا الوتر أمام الناس، فتعجب الناس، يا إمام يعني خالفت مذهبك؟ معقول الشافعي ما عندوش قنوت في الوتر؟ قال احترمت رفاة أبي حنيفة، لكن نحن، ولك من الذي قال هذا؟ سبحان الله، لا اله الا الله. الولد يقرا كتاب او كتابين ويستمع الى شريط من الشيخ او شريطين، تقول له ما رايك في ابن القيم الجوزيه؟ والله دي ملاحظات عليه. طب وايه رايك في الامام ابو حنيفه؟ والله يستخدم العقل زياده عن اللزوم، والقياس عنده مش عارف، ومساله الاستحسان دي انا ما تعجبني في ابو حنيفه. وصار منظرا، وصار نسال الله ان يرزقنا فهما، سبحان الله. ولما كتب الامام مالك الموطأ قال تلاميذه هذا هو الحق يا امام، فرد العلم الثابت يعني، قال والله ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. يعني اول شيء عادل، مقسط، متصدق، ليس بخيلا، موفق. اشعب كان صغيرا وكان الطمع يبدو في الجينات من الصغر، فماشي بالشارع، جاء والد جديد للايه؟ للكوفه. فقالوا هذا الولد اشعب
صغير السن لكن يبدو ان بذرة الطمع فيه. فالوالي راح اعطاه دينار قال لا انا لا اخذ من احد. الله. قال والله ليس بطمع بس بتتهموه ده طفل صغير. قال قل لابيك ان ضربك ان الوالي اعطاني دينارا. قال وهل يصدق ابي ان الوالي يعطي دينارا؟ ده برضو مش عيب عليك الوالي يعطي دينار؟ يا راجل خليك على فبين انه مش طمع ولا شيء يعني سبحان الله. وكان يقول ما زفت عروس في المدينة الا وظننت انها سوف تزف لي اي شيء سبحان الله. حتى لما وقع في الـ في الـ في البئر واجتمع الناس هات يدك هات يدك لم يعط يده. فجاء واحد فاهم القضية قال خذ يدي. فعلى طول فورا اعطاه قال ما تعودش على كلمة هات دي خذ يا لكن هات زي اولادنا ما شاء الله عليهم لا قوة الا بالله. هات هات كوب ماء هات كأس الشاي ولا كأنه ها ابويا النادي كلم يا فلان سبحان الله. اما لما يطلب سبحان الله. المهم رشيد دخل الى مسجد في بغداد ولد كده 9 سنوات فوجد صوتا جميلا وتلاوة جميلة وركوعا وخشوعا فانهى الصلاة. قال يا ولدي من ابوك؟ قال ابي قد مات. قال انت يتيم؟ قال نعم. قال اترضى ان اكون ابا لك؟ قال لا. هارون الرشيد قال يمكن مش واخد باله مني يعني ما فيش لا يعني حاجة علامة ولا. قال اتعرف من انا؟ قال نعم انت امير المؤمنين. قال ولماذا تأبى ان تكون ولدا لي؟ قال ان جوعت تطعمني. هارون ضحك ده كان بياخد في الشرفة يقول للصحابة امطري او لا تمطري. قال نعم. وان عطشت تسقيني؟ قالوا نعم. وان عريت تكسوني؟ قالوا نعم. قال وان مت تدخلني الجنة؟ قال لا. قال دعني لمن يصنع معي كل هذا ثم لا يمن علي. انت تعمل يا عم معايا عملة تيجي تقول لي ده انا كسيتك وعمل لا الله عز وجل لا يمن علينا يعطينا سبحان الله العظيم من كرمه ومن فضله ومن جوده ويسترنا ويجعل سبحان الله من كرمه ان سبحان الله يخبئ. خلي بالك من دي والله خلي بالك من هذه النعمة على المؤمنين. يخبئ الدفتر اللي في يد ملك السيئات اللي يخصني عنكم ويخبئ دفاتر السيئات اللي ممسك بها ملك السيئات عندكم عني. فلذلك يحترم بعضنا بعضا بقدر ما ستر الله لا بقدر ما شكر الناس. اهل النار 5 ادي نذيرا اهو. اول شيء الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. يخون في النظرة يخون في الكلمة يخون في التعامل يخون خائن يخون في المجلس لان المجالس بالامانة. احنا اذا جلسنا وخرجنا من المكان وجب سبحان الله اذا سألنا احد ماذا تم في المجلس هذا ليس للنشر. المجالس بالامانة فانت مؤتمن على اخوانك ومؤتمن على اسرار اخوانك في الا تخرج. ولذلك سمى رب العباد اخراج اسرار الزوجة خارج البيت عن طريق الزوج لاصحابه ولامه خيانة. واخراج اسرار الزوجة سبحان الله العظيم لزوجها مع صديقاتها وصويحباتها وامها واهلها هذه خيانة. وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانة. عارف يخونك في ورقة في قلم رصاص في درهم في كلمة. المهم الخيانة من طبعه. ولذلك المؤمن لا يعرف الخيانة. المؤمن يعني صاحب وجه واحد سبحان الله. صاحب يعني لا يعني ليس يعني صاحب وجوه متعددة سبحان الله العظيم. فأنت ترى ان من اصحاب النار والعياذ بالله رب العالمين اول واحد الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خان. وذكر البخل. البخيل هذا بإيجاز عشان الوقت انتهى تقريبا. البخيل هو الانسان الذي لا يوقن بما عند الله. البخيل هو الانسان الذي لا يوقن بما عند الله. لو جاءه كما يقول العلماء يعقوب ومعه قميص يوسف الممزق ليستعير من البخيل ابرة ليخيط بها قميص يوسف ومع يعقوب الانبياء والرسل ضمناء ان يعيد الرجل يعقوب الى البخيل ابرته قال البخيل مالي ومالي يوسف.
هذا الانسان البخيل الذي ان وقع الدرهم او الدينار او الدولار في يده يقلبه ويظهر المسكنة ويقول لقد تعبت كثيرا وتنقلت من يد الى يد ومن مصرف الى مصرف، ثم يفتح خزانته ويقول ادخل لن تنر النور الى يوم القيامة. هذا الانسان والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله ان يبعدنا عن البخل واهله. ونقول دائما ان البخيل هو انسان سبحان الله العظيم، يعني والعياذ بالله، لا يثق في موعود الله ولا يثق فيما عند الله، وعنده دائما شك فيما يعني قدر رب العباد سبحانه وتعالى. والشنظير الفحاش، الانسان سيء الخلق، الانسان النوع الثالث من اهل النار، سيء الخلق سيء الملكة. اذا اخرج من لفظه سبحان الله، الاصمعي يدخل على امير المؤمنين يقول له يا اصمعي ما جمع مسواك؟ في اللغة العربية جمع مسواك مساويك، ولكن الاصمعي خبير اللغة ومؤدب مع امير المؤمنين، قال له جمع مسواك عكس محاسنك يا امير المؤمنين. ايه ده؟ جابوا منين الادب ده؟ عكس محاسنك. ويمر عمر بالليل على اناس اوقدوا نارا امام خيمة، فماذا يقول لهم؟ هو لا يعرفهم في الظلام. السلام عليكم يا اهل الضوء. هو من الوليد واحد مننا ايه كان قال لهم ايه باللغة العربية؟ ها؟ السلام عليكم يا اهل الايه؟ يا النار نار، واحنا هتفرق معانا نار ولا غيره؟ لا، لكن هم كانوا عند اللفظات وعند الخطرات وعند الخطوات وعند النظرات مهتمين. الاربعة دي ضبطت حياة الصحابة، نظرات خطرات او خطرات خطوات سبحان الله العظيم، نظرات ينظر، اذا نظر نظر لله، واذا غض غض لله، اذا خطر بباله شيء خطر سبحان الله، فكل خواطره وحياته انما هي لله رب العالمين. حتى قال ابن مسعود بعد احد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، قال والله ما ظننا ان احدا يريد الدنيا منا الا لما نزلت هذه الايات الكريمة. احبتي في الله، بقي اثنان من اهل النار والعياذ بالله، خليهم ان شاء الله لمحاضرة قادمة ولقاء قادم. يعني سعدت كثيرا بانصاتكم وتجشمكم الحضور وامتلاء القاعة بكم، وهذا من فضل الله اولا، ثم من فضل حسن ظنكم بي. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلته خالصا من قلبي واصلا اليكم ان شاء الله رب العالمين.